Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baru lepas solat fardu isyak dan alhamdulillah juga dapat lagi kita solat fardu walaupun dalam keadaan PKP ni. Dah tak tahu nak buat apa. Semula dah apa dah semua dah kita cuba mengajilah pula. Okey. Di sini saya mula-mula nak baca Al-Fatihah. Nak kata perfect tu tak adalah perfect sangat, tapi bolehlah kita baca. Dan saya cuba tu dulu buat try buat video, dan insyaAllah kalau boleh nak buat live lah, live video dengan kawan-kawan yang mana yang boleh baca, mana yang ustaz, mana yang imam. Hari ni kita baca seorang je lah dulu, tak plan apa-apa pun. Tadi dah ada call dah tadi seorang kawan untuk ngaji lah kan, sama-sama mengaji. Biasa dia buat, pernah juga buat tilawah kawan-kawan dulu. Dah lama tak buat, rindu pula rasa, teringat-teringat pula. Pernah buat tilawah walaupun kejap je. Jadi saya cuba nak bacalah dulu Al-Fatihah. Besok saya baca dengan dia orang pula. Hari ini saya buat Al-Fatihah dengan surah Al-Mu'. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita cari surah Al-Mu'laq. Biasa saya pernah amalkan surah Al-Mu'laq ni lepas isyak elok. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشعا وهو حسير. Sekali lagi. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير.
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أم أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم صدق الله العظيم الحمد لله selesai juga mengaji surah Al-Mulk dan juga Al-Fatihah tadi. Sementara Allah bagi kita masa untuk duduk rumah ni, baik-baiklah kita mengaji, elok mengaji ni, bagi kita ruang masa dengan Allah. Selama ni kita sibuk untuk bekerja, berjalan, insyaAllah ada lagi video akan datang. Jangan lupa subscribe YouTube Abi Khushairi. Jangan lupa, saya akan postkan video dalam YouTube Abi Khushairi. Dan jangan lupa subscribe, like dan share.
komen jangan lupa tau. Jika saya ada salah bacaan tadi, boleh 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 tegur dalam komen. InsyaAllah saya akan perbaiki apa bacaan, apa saja bacaan yang saya salah ke apa ke tadi. Saya terima insyaAllah. Assalamualaikum.